السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هنعمل القراقيش بالملبن وبالعجوة. بحتاج 4 كوبايات دقيق، 1 كوباية مية دافية، 1/2 كوباية زيت، 1/2 كوباية سمن وسيحتها، عندي 2 كبار سكر، ومعلقة سمسم، ومعلقة خميرة فورية، ومعلقة صغيرة ملح. أول حاجة بعملها هحط السكر والسمسم والخميرة والملح على الدقيق وهقلبهم كويس مع بعض. كده بنزل الزيت وهقلبه كويس برضو مع الدقيق. بعد كده بضيف السمن العجينة بقت بالشكل ده، هبتدي ان انا ابسها مع بعض كده. بعد كده هضيف المية، بس هاخد حاجات بسيطة بس لحد ما العجينة تتظبط، لان ممكن محتاجش الكمية دي كلها طبعا. كده حطيت الكوباية، فاضل فيها شوية صغيرين كده مش محتاجاهم. العجينة كده بقت مظبوطة، بس انا هعجن فيها بالطريقة دي شوية. خلاص كده العجينة خلصت، زي ما احنا شايفين بقت ناعمة. انا كده هحطها في الطبق حوالي 1/2 ساعة واسيبها ترتاح، بس هغطيها الاول. خلاص سبت العجينة ترتاح 1/2 ساعة، هاخد قطعة الاول كده. بعد كده هجيب الملبن وهقطعه شرايح كده زي الصوابع، وهبتدي ان انا اطبق العجينة عليه كده. هخلي العجينة على القفلة اللي تحت دي كده، وبعدين هقطعها قطع. كده بقى الحشو جوه ملبن. هنا ممكن انا اعمل اي شكل عليها، بالشوكة، او طبعا كان زمان عندنا احنا اللي هي المناقيش دي اللي بنعمل بيها الكحك. انا بحب اعمل الشكل ده. بضغط من النص كده بالعرض جنب بعض كده، وبعدين بعمل العكس. كده بيديني شكل جميل جدا. ممكن القطعة التانية. اعمل لها علامة بسيطة كده بالشوكة. او ممكن ان انا اعملها بالسكينة. هناخد قطعة تانية هعملها بالعجوة. انا هرقق العجينة بس شوية عشان العجوة عندي اتخن.
العجوة طبعا احنا بنفكها، هي بتبقى جامدة شوية، بنفكها بمعلقة سمن كده، نحطها على النار هادية. بعد كده ما بتبرد بنعملها صوابع. كده هقفل كويس وهبتدي ان انا ايه ابرمها تاني، علشان بس الحتة اللي تحت تلحم مع بعض كده. وهقطع برضو بنفس الطريقة، وهكرر نفس الحكاية، هعمل لها شكل بالسكينة او بالشوكة او بالمنقاش اللي بنعمل بيه كحك. ممكن نعمل واحد بس هنا عشان نفتكر الشكل بس مع بعض. كده من النص كده، وبعمل شكل بالعرض. كده وبعدين بعمل بالعكس. بالطريقة دي انا خلصت نص العجينة تقريبا، عملت جزء بالملبن وجزء بالعجوة، والشكل اللي عملت بالسكينة وعملت بالمنقاش، وفي حبة سبتهم سادة عشان يدي شكل جميل بس كده يعجب الولاد. دلوقتي كده خلاص انا خلصته وهدخله الفرن على طول. القراقيش خلصت خلاص، طلعت من الفرن. عملنا جزء بالملبن وجزء بالعجوة، بس انا نسيت اقول ان انا دهنت الوش ببيضة وحطيت عليها كيس فانيليا علشان يديني اللون الذهبي ده. طبعا طريقة سهلة قوي جميلة، تنفع للمدرسة للرحلات. ان شاء الله ما تجربوها تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.